صباح الخير لكل يلي قرر يرافقنا ببداية صباحنا لليوم، يوم جديد، كونوا على ثقة بأنه رح يكون خطوة جديدة بحياتنا. ابدوا هاليوم بطاقة ونشاط لتكونوا مستعدين لكل أعمالكم ومشاريعكم أو حتى محاولة الحصول على فرصة. اليوم بصباحنا رح نكون عين يلي رح ننقل من خلالها شو عم تشهد سوريا من أنشطة ومبادرات، ولهيك ابقوا برفقتنا عن جديد. يسعد صباحكم وصباح الخير إلك نور. صباح الخير إلك سلمى، صباح الخير لجميع مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. ان شاء الله هالصباح يكون بدايه امل لكل حدا عم يرافقنا بصباحنا، وان شاء الله يحمل السلام لكل سوريا بصمود ابطالنا حراس الارض حراس الحياه بكل معانيها على ارض دمشق الطاهره. اليوم مختصين رح يرافقونا بمواضيع وعناوين متنوعه ممكن تفيدكم بحياتكم اليوميه، فشو ابرز محطاتنا لليوم؟ فاصل صغير ومنبلش فقراتنا. ببداية صباحنا لليوم رح نروح سوا مع مشاهدينا لنتعرف على مجموعة من المعلومات يلي ممكن تدخل بتفاصيل حياتنا وممكن نجهل حقيقتها، وأكيد رح نتعرف عليها بفقرة هل تعلم؟ معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نستذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم أن التحدث مع نفسك خلال قيامك بالمهام العديدة كالدراسة ومناقشة المشاكل في عقلك كأنك شخصين مختلفين مفيد جدا من ناحية التركيز على المهمة؟ وهل تعلم أن غالبية الناس يكرهون التحدث عبر الهاتف أمام الآخرين وهو نوع من الخوف الاجتماعي؟ فالمكالمة الهاتفية ممكن أن تغضب الشخص وتجعله يقول شيئاً لا يريد أن يظهره للآخرين المتواجدين معه، لذلك ينسحب لمكان بعيد للرد على هاتفه. وهل تعلم أن التفكير الزائد أو القلق من الممكن أن يتسبب بفقدان الشعر بطريقة سريعة؟ لذلك حاول أو حاولي ألا تعطي الأمور أكثر من حجمها وحافظي على شعرك. وهل تعلم أن القيلولة تزيد من الإبداع، تقلل من الضغط العصبي، تحسن من الإدراك، وتساعد على فقدان الوزن، تقوي الذاكرة، وتقلل من الأزمات القلبية؟ وأخيراً، هل تعلم أن الفيل إذا أصيب بصدمة عاطفية فإنه يموت، وقد تم رصد حالات مات فيها الفيل بسبب فقدانه لشريكه؟ يعني نور بفقرة هل تعلم اليوم كان في كتير شيء عن التفكير وأهمية أنه الواحد شوي هيك يريح نفسه والقيلولة، شو أكثر معلومة حسيتي أنه فعلا هي أول مرة تسمعيها؟ هلا كنا عم نحكي شيء تحت الهواء ما فيني أقوله، بس رح أقول على آخر خبر أنه الفيل بيموت بس يخسر شريكه. في كتير أنواع من الحيوانات يمكن وقت بنتعمق بالقراية عنهم بيطلع عندهم خصال شوي قريبة من خصال البشر، مثل الوفاء، خصال إنسانية هي الغريبة تلاقي مثل الحصان يمكن، أو حتى يمكن الجمل، وهيك في بعض الخصال الإنسانية شوي. سلمى خلينا هلأ نروح بعد هذا بعد هي الأخبار مع مجموعة من الأخبار المنوعة، والبداية مع تحطيم رقم جديد من أرقام موسوعة جينيس من خلال حجر في الصين أرجح لفترة تزيد عن 9 دقائق متجاوزاً الرقم القياسي العالمي الحالي. ووفقاً لكتاب جينيس للأرقام القياسية العالمية، سجل الحجر الصيني رقماً قياسياً حيث استطاع التأرجح نحو 4 دقائق فقط. خلينا نشوف هالحجر بالفيديو التالي. you
سلمى بننتقل لخبرنا التالي من فلسطين المحتلة وبالأخص من قطاع غزة. فقد تحدت السيدة سميرة صيام البالغة من العمر 75 عام العادات والتقاليد لتكون أول مدربة لقيادة الشاحنات. ودخلت سميرة هذا المجال في عام 1990 حيث نشأت في عائلة تحب قيادة السيارات وورثت حبها لقيادة الشاحنات من والدها. ورغم عادات المجتمع إلا أنها استطاعت التغلب على هذه النظرات وأصبحت مدربة معتمدة لقيادة السيارات بكافة أنواعها. حبيت الفكرة عن جد، يعني انه قدرت تسوق مو بس السيارات العاديه وكمان الشاحنات وتصير مدربه كثير صعبه. نحن عندنا من فتره كمان كانت في سائق التاكسي بس شاحنات كمان صعبه ان شاء الله ممكن نلاقي بعد فتره ما تستغربي اكيد. خلينا هلا سلمى ننتقل لختام جولتنا المنوعه مع الصور الفوتوغرافيه الفائزه بجائزه التصوير العالمي لعام 2017 التي اقامتها شركه سوني وتعتبر من اكبر المسابقات التصويريه الفوتوغرافيه في العالم وشارك فيها أكثر من 103. وتقوم المسابقة باختيار صورة واحدة فائزة من بين 10 فئات مختلفة، هي الهندسة المعمارية، الثقافة، الصور المعدلة والمتحركة، الطبيعية، البورتري، صور الحياة الساكنة وتصوير الشارع والسفر والحياة البرية. خلينا نشوف سوا مجموعة هالصور. لازم تكون شارك بهالمسابقه مو هيك؟ انت سلمى ملكه التصوير بالمحطه على الهواء تحت الهواء. خلينا هلا ننتقل بكل يوم حدث جديد بيتسجل بذاكرتنا وبيترك بصمه ممكن تشكل فاصل التحول بحياتنا. فشو هي الاحداث يلي تركت بصمتها بمثل هاليوم؟ خلونا نتابع بالتقرير التالي. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر دون أي أثر يذكر. ففي مثل هذا اليوم من عام 1933 أول طائرتين بريطانيتين تحلقان فوق قمة إيفرست. أوغندا والسودان توقعان معاهدة بعدم استخدام أراضيهما للقيام بأعمال عدائية وذلك عام 1990. الفاتيكان يعلن وفاة البابا يوحنا بولس الثاني بعد فترة طويلة من المرض عام 2005. وفي عام 2014 الفرنسية من أصل أندلسي آن هيدالغو تصبح أول امرأة تتولى منصب عمدة باريس عقب فوزها في الانتخابات البلدية. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1805 الكاتب الدنماركي هانس كريستيان أندرسون والموسيقي الروسي سيرجي ريخمانينوف عام 1873. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1928 عالم الكيمياء الأمريكي تيودور ريتشاردز والمخرج المصري كمال سليم عام 1945. صباحنا لسه بأوله ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. نور، بيقولوا انه مشوار الالف ميل بيبدا بخطوه، شو هي الخطوات الاولى للموسيقي الروسي سيرجي رخمانينوف؟ منتابع سوا بالتقرير التالي. سيرجي رخمانينوف موسيقي روسي وواحد من اعظم عازفي البيانو في تاريخ الموسيقى في القرن العشرين. ولد في الثاني من نيسان عام 1873
تكمن عظمته الأسطورية في تكنيكاته وأسلوبه الرومانسي المميز، حيث تأثرت موسيقاه بكل من شوبان وتشايكوفسكي. يعتبر رخمانيوف من الموسيقيين الذين كان همهم التجديد في القرن 19، حيث تتلمذ على يد ريمسكي كورسيكوف أحد عمالقة الموسيقى. وكانت تتميز موسيقاه بالنفس الشرقي، حيث ألف رخمانيوف رقصات شرقية للبيانو وتشيلو. في عام 1942 سقط سيرجي رخمانيوف على المسرح أثناء حفلة موسيقية ليدخل متاهة المرض. توفي بسرطان الجلد في 23 من آذار عام 1943 في بيفرلي هيلز بعد عدة أيام من حفل ميلاده 70. البشرة النضرة والحيوية هي هدف السيدات والفتيات على حد سواء، ولكن مع التقدم بالعمر وتعرض البشرة للعوامل البيئية المختلفة من برودة شديدة في الشتاء وما تحمله من جفاف قد يؤذي البشرة، إلى الحرارة المرتفعة والرطوبة في الصيف وما تحمله من أضرار ورواسب أيضا. أكيد نور، اليوم قسم كبير من السيدات بيعاني من موضوع المسامات وتسعى جاهدة للتخلص منها أو على الأقل إخفاء قدر الإمكان نظرا للمظهر غير المحبب اللي بتتركه. فهل نستطيع علاج المسامات بالخلطات الطبيعية والكريمات أم الحل الوحيد هو الليزر؟ شو هي طرق العلاج اللي بتناسب كل بشرة؟ وأكيد شو أهمية الواقي الشمسي بالصيف؟ أسئلة كثيرة رح جاوبنا عليها ضيفتنا بالاستديو الأخصائية سيدرا الواوي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح النور، كيفكم؟ يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي أول شيء عن أنواع البشرة. في عنا عدة أنواع، يمكن الجافة، الدهنية المختلطة على ما أعتقد، خلينا نحكي عنه بالتفصيل كمان. هلا هن يعني الأساسيات، هن الخمس أنواع للبشرة، هي البشرة الطبيعية اللي هي أكثر نوع منتشر عندنا، بعدين البشرة الدهنية المختلطة الحساسة والجافة. طبعا ما فينا نحن نقول إنه صبية هي عندها نوع معين من البشرة، لأنه أحيانا ممكن بصبية واحدة عندنا نوعين لثلاثة، ممكن يكون عندنا طبيعية مزيتة حساسة جافة، ممكن دهنية حساسة. هذا الموضوع الأخصائي بيقدر يحدده، لهيك دائما بنقول للصبايا إنه وقت بدكم تبلشوا تفوتوا بطريق العناية بالبشرة أهم خطوة تعرفوا شو نوع بشرتكم. تماما. طيب حضرتك حكيتي عن الخمس أنواع تبع البشرة، اليوم يمكن في كتير استفسارات مثل ما قلنا بالبداية، خلينا نعرف بالنسبة لموضوع المسام المفتوحة كمان، هل هو مرتبط بنوع البشرة؟ يعني في بشرات معينة بتلاقي المسام فيها واضحة أو لا؟ أكيد أكيد هذا الموضوع. هلا أنا كتير حبيت موضوع المسام لأنه هو أكتر موضوع هلا شاغل للصبايا، كونه نحن دائما نسعى للكمال. أكيد هلا اول شيء دائما نحن عندنا نوعين بشره بيعانوا من المسام، او خلينا نقول ثلاثه بس الثالثه هي مو نوع. هلا نوع البشره الدهنيه جدا ونوع البشره الجافه جدا، لانه زياده افراز الدهون بتؤدي لتوسع المسام، وكمان نقص افراز الدهون بخلي المسام تصير واسعه اكثر مشان تتقبل الرطوبه من الجو المحيط. طبعا النوع الثالث اللي قلت هو ما نوع، هو خانه من خانات اللي بصير عندها توسع، هي تقدم بالعمر. يعني كل ما الصبيه زادت بالعمر كل ما بصير عندها تكسر بالبروتينات الموجوده بالبشره اللي بتؤدي لتوسع المسام. طيب خلينا نحكي عن طرق العلاج، يعني يمكن تختلف طرق العلاج من بشره لبشره، وممكن يكون في اختلاف. يعني في ناس ما بتلاقي عندهم مسامات وفجاه بصير عندهم، ليش؟ وفي كثير ناس يمكن تلعب بوشها، يمكن اللعب بالمسامات بيأثر كمان. تمام. هلا هذا الموضوع ليس طويل، بس حنحكي اهم تيبس بهذا الموضوع. دائما نحن بدنا نحكي عن شيء اسمه الميك اب والعوامل الخارجيه والعنايه بالبشره. ما فينا نحن نحصل على بشره مثاليه الا ندرة، يعني في شيء جينات من الله خلقهم، ناس بشرتهم كثير حلوه طبيعيه. كمان البشره الطبيعيه الى اضرار ثانيه، بس نحن ما موضوع المسام. اما مثلا عندنا نحن بشره جافه بدنا نهتم بموضوع الترطيب، لانه نعرف السبب. إذا عرفنا أنه نحن سبب المسام تبعنا جفاف فنركض على الترطيب. إذا نحن عنا أسباب المسام هو زيادة إفراز الدهون بالبشرة، بدنا نعمل على توازن إفراز الدهون بالبشرة. العلاج فينا نبلش فيه من الماسكات الطبيعية لحتى نوصل للعلاجات القصوى اللي هي ليزر أو
او علاجات ثانيه، ممكن جلسات اختصاصيه عند اخصائيين. قلتي كمان نقطه مهمه، الميك اب كمان التنظيف قديش بيلعب دور. احنا مثلا بنتعرض بشكل يومي يعني للميك اب والمكياج، قديش فعلا بياثر؟ هو الستبس بوضع الميك اب اهم من تنظيف الميك اب. يعني احنا ما فينا ابدا نحط فونديشن على البشره بدون ما نكون حاطين طبقه من المرطب او حتى من الواقي الشمسي او اقل شيء تونر. يعني دائما في عنا نحن اهم شيء تنظيف البشره بالغسول المناسب لنوع البشره. حتى موضوع الغسول هذا كمان موضوع كتير كبير، بس انا حابه انوه على شغله انه اختيار الغسول المناسب لنوع البشره اهم من اي شيء. لانه نحن هلا مواقع التواصل الاجتماعي، صبيه جربت غسول كتير عجبه بتنزل على الفيسبوك بتلاقي كل الصبايا بيستعملوه، بس هذا كتير شيء غلط. انت لازم تعرفي انه شو الغسول اللي بيناسب نوع بشرتك. بعد منه بنستخدم نحن التونر يلي هو اهم خطوه بعد تعرض البشره للمي. وللاسف نحن حتى نوعيه المي صايره ممكن تاذي البشره. يعني حسب اماكن بتعرفوا ممكن المي الكلسيه كثير بتاذي البشره، كثير بتعمل مسام وجفاف. بقى لازم نستخدم التونر لحتى نحمي البشره من العوامل الثانيه او من اثار المي ممكن او الصابون. بعدين عنا استخدام المرطب، بعدين الواقي الشمسي، واخر خطوه هو الميك اب. انا هيك بكون حميت بشرتي كثير منيح، تأكدت انه انا اذا ضليت 8 ساعات بالميك اب في عندي شيء عم يرطبها ويحميها من اي شيء براني او عوامل خارجيه. يعني كثير تفاصيل هي دقيقه ولكن هي بتكمل بعضها. يعني حكيتي عن انه مثلا طرق تنظيف البشره، بنبلش بالطبيعي لحتى نوصل لاخر شيء الليزر. شو الشيء الطبيعي اللي انا ممكن بلش فيه؟ لانه كمان في ناس تستخدم نوع من انواع الماسكات الطبيعيه ولكن هي ما صحيحه بالضبط. او هلا في كثير رائج شيء طبيعي بيقولوا لك انه هو موجود بمحلات، بس حتى هذه يمكن بظن انه في لك البشره نوع، يعني مو شرط اللي بيمشي مع بشره نور يمشي مع بشره سلمى او هيك. تمام. هلا في عنا نحن اهم ماده موجوده بالطبيعه اللي هي بتشتغل على المسام اللي هو الليمون. يعني هو قابض للمسام الاول صراحه، واللي انت فورا بتحسي فيه. يعني مجرد ما مسحتي وشك بعصير ليمون، طبعا ممدد، هي اهم نقطه انه ممدد عشان ما يصير في حساسيه. تمام. لانه كمان ممكن مو بس حساسيه، جفاف يقدي. نحن نعالج شيء بنعمل شيء ثاني لانه هو البي اتش تبعه عالي. بقى اهم شيء نحن عندنا الليمون. ممكن نعمل ماسكات بالليمون، بس طبعا نوع البشره الطبيعيه والدهنيه والمختلطه بنحط الليمون مع اللبن. اما اذا عندنا بشره جافه حساسه او طبيعيه جافه شوي، نستخدم العسل مع الليمون لحتى نكسر الاثار اللي هي شوي قليله بس ممكن تكون تؤدي لمشاكل البشره مع استخدام الليمون. ما علينا نعيدهم مشان ما نصير هلا الماسك بعدين ليمون مع مي مع عسل مع لبن. اول شيء نحن عندنا للبشره الجافه والحساسه والطبيعيه الجافه بنحط معلقه ليمون، عصير ليمون مع معلقه عسل، وبحب عسل البابونج انا اكثر شيء. طبعا بيعطي نضاره وبيساعد على قبض المسام. اما بالنسبه للبشره الدهنيه والمختلطه والطبيعيه المزيته، بنحط مع الليمون معلقه لبن، لبن رائب عادي. يعني هي هي بس بسيط. سهلة يعني، فيها الواحد يعملها بالبيت. خلينا نحكي عن الليزر، ايمتى ممكن نحن نتجه للليزر؟ يمكن بتكون الحالة ما عاد فيها معالجة من خلال الأعشاب الطبية أو من خلال الأدوية. تمام. هلا نحن الليزر اللي بنستخدمه لعلاج المسام هو الفراكشنال ليزر. هو بيعمل على تقشير الطبقه السطحيه من البشره وبيساعد على قبض المسام. هلا مشان نكون واضحين وصريحين، من اول جلسه ما بنحصل على نتائج اكثر من 60%، بس هذا الشيء نحن ما بنستخدمه لاعمار صغيره، وطبعا ما بنستخدمه لمشاكل بسيطه. يعني لازم يكون عندنا مشكله فعلا واضحه. ايمت نحن بنقيم المشكله الواضحه؟ اذا انا على بعد 15 سنتي من المريضه كان في عندي انا مسام واضح جدا، ومو عم بحكي عن المسام اللي عند الانف ومنطقه الخدود، لا نحن عم نحكي عن المسام بكل الوش. هون بيكون صار عندنا مشكله حقيقيه. بقى لهيك بنستخدم الليزر. طبعا بده اكثر من جلسه. اول جلسه الماكسيموم 60% تحسن، بس عم تكون نتائج مرضيه، يعني عم يحبوها كثير. تنصحي بالليزر ولا لازم يكون اخر شيء؟ اخر شيء، اخر شيء. يعني حتى نحن قبل الليزر، وقت المريض او الصبيه تتوجه لعند الاخصائي، في عنا ممكن تقشير، ممكن ماسكات، ممكن قصص، يكون هو قبل مرحله الليزر. لانه الليزر بحسس البشره، بضعفها، بيرقق البشره. يعني احنا من اهم هيك بنقول عوامل جمال البشره هي سماكه البشره. اما وقت الليزر بحسسها بصير عندنا شوي اثار جانبيه، في سايد افكتس كثير للليزر، لهيك احنا بنحطه اخر
مرحلة. طيب سيد راعي، نحن هلا يعني بهذا بنسميه هذا الجو المتقلب اللي هو بين الربيع وبين بداية الصيف، طبيعي انه الجو نفسه بيأثر على البشرة والبشرة بتتغير مع تقلب الفصول، شو بتنصحي بهذا الوقت من السنة؟ هلا كمان موضوع المسام في يعني من اهم المسببات له هو الغبرة، وخصوصي نحن هلا بهذا الطقس بصير عندنا يعني في كثير غبره بالجو، لانه هي بتؤدي ل بتسكر بتسد الطبقه السطحيه للمسام، بقى بصير في عندنا تشكل سداده كيراتينيه بيكون بمسام بصير بزيوان، عرفتي؟ بقى لهيك كثير مهم تنظيف البشره، كثير كثير مهم استخدام الواقي الشمسي وتنظيف البشره، وخصوصي الميك اب، يعني ممنوع تلعبي رياضه بالميك اب، ممنوع تنامي بالميك اب، ممنوع تفركي وشك وانت حاطه ميك اب، لانه انت هيك عم تعززي دخول الجراثيم والمواد الغبره والقصص الموجوده كلها بالطقس على وشك. بدك تحمي البشره، بدك تعمل داريه، يعني انا دائما بقول لهم هي الكلمه داروها، عملوها كانه شيء كثير حساس تكون ديروا بالكم عليه. كيف؟ تنظيف، عناية، ترطيب، بس انا ستبس بسيطين. طيب خلينا نحكي كيف ممكن تتحول المسامات الى زيوان، يعني بنلاقي انه ممكن الصبيه ما عندها زيوان وفجاه يمكن بمنطقه الانف او على الخدود او تحت الشفه بالدقن، وهي يمكن ما عندها، بس يمكن لانه بشرتها دهنيه ما اعتنت فيها بشكل صحيح بيؤدي لانه بتصير هي المسامات زيوان. تمام. هلا شوفي، تشكل الزيوان له عوامل هرمونيه كمان تلعب دور كثير كبير، خصوصي نحن لما بنقطع سن ال 15 بصير في عنا تبدلات هرمونيه بالجسم، هي التبدلات الهرمونيه بتكون رده فعلها على البشره زياده افراز الدهون. هلا وقت اللي بيكون عندنا مثلا بشره طبيعيه فجاه صار في تبدل هرموني، كمان موضوع اكياس المبايض بيلعب دور، خربطات ثانيه بالجسم، لانه في ناس بتقول لك انا بال 16 وال 17 ما تاثرت هرمونيا، يعني ما طلع لي احد، فجاه بالعشرينات يعني بال 28 بال 27 كاني فجاه ايه من جديد. هلا اذا ما عندنا مشاكل هرمونيه، عملنا كل الفحوصات النسائيه اللازمه وتبين انه الصبيه ما عندها مشاكل هرمونيه، بده يكون في عندها سوء استخدام لماده معينه وعدم عنايه كافيه بالبشره، الموضوع كثير بسيط، بس انه بتكون هي مستخدمه ماده سيئه على فتره، ما عم تنظف وشها منيح. طبعا نعرف بهذا الوقت صار في كثير مواد ممكن تجاريه، وهذا الموضوع كثير سيء. انا دائما بحس عليه انه اذا انت عندك بادجت معينه حطيه على شيء طبي بدل ما يكون شيء تجاري، لانه كله بيلعب دور. اكيد تماما، يعني الاخصائيه سيدرا الواوي اليوم بهي المساحه الصغيره اخذنا منك كثير معلومات، ان شاء الله يا رب كل الصبايا والسيدات اللي يتابعونا يكونوا استفادوا، اكيد اللي ما قدر يحضرنا هلا بيقدر يحضرنا بالاعاده او على اليوتيوب. شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. شكرا كثير صبايا، اهلين. اما هلا مشاهدينا بننتقل لفقرتنا التاليه، ومع مساحه دقيقه وبادوات بسيطه تحولت فيها حبه الرز الى لوحه او ذكرى يمكن انه نهديها الى من نحب، فرغم صغر حجمها لانها قد تجسد ذكرى. أكيد عم نحكي عن حرفة إذا صح القول يمكن أن تتلمسها بيد دمشق القديمة، وهي باتت ركن لابد أنه تزوره وتنسج لحظة على تلك الحبة الصغيرة. أكيد رح نروح مع زميلة هزار عبود يلي نسجت حكايتها حول هاي الحرفة بسوق الأبائبية، ونشوف المادة التالية. الانطلاقة كانت من قصر العظم، المكان الذي تحفظ فيه حبة القمح كتحفة نادرة نقش عليها الشيخ نسيب مكارم آيات قرآنية وصلت إلى 60 كلمة. لم يقف صغر حجمها عائقاً أمام حرفة نسجت تذكارات لا يمكنك إلا أن تتوقف لتشاهدها أو تنقش أسماء أحبابك عليها. للإخبارية السورية هزار عبود، سوق القباقبية. أما هلأ سلمى صار وقت نروح لرحلتنا الثقافية، والبداية لليوم من دمشق، فقد انطلقت فعاليات ملتقيات دمشق الثقافية بدورة الرابعة في المركز الثقافي العربي، وذلك برعاية وزارة الثقافة، معارض فنية، ملتقيات موسيقية، أنشطة عديدة. تفاصيل أوفى عن الملتقى بعدسة كاميرا الإخبارية السورية، خلونا نتابع. Thank you.
اعتدنا نحن أن نكرم في كل ملتقى موسيقى شهريا موسيقى سوري كبير، نذكر الأجيال الشابة بشكل خاص بهذا الموسيقي. كرمنا في البداية محمد محسن، الشهر الماضي كرمنا سهيل عرفي، واليوم عندنا أبو الشمات. الشهر القادم إن شاء الله سنكرم الفنان الكبير زهير منيني الموجود معنا اليوم في الحفل. وهكذا أحببنا أن نعطي الملتقى الموسيقي طابعا ثقافيا ضمن ملتقيات دمشق الثقافية. نحن بحاجة إن نحن نكرم فنانيننا هن وعايشين. طبعا هلا نحن عم نكرم الفنانين اللي عايشين، عم نكرم فنانين رحلوا عنا. فهي متابعة هي القصة هالملتقيات هي، نحن عم نقدم قيمة عظيمة كتير للفنانين اللي قدموا لبلدنا. فأنا كتير مبسوط إنه لازم هي الملتقيات تكون بشكل دائم، تكون موجودة لنقدم يعني نشوف نحن خيرة الموسيقيين اللي عنا شو قدموا. جربت أكثر من مثلاً من مدرسة، فينا نقول أخذت مثلاً في شيء واقعي، في شيء مثلاً وركزت على الطبيعة الصامتة، وأخذت من بعض ذكريات طفولة، حاولت أني مثلاً أعمل هيك تقنيات إلى حد ما تتعلق فيني. استخدمت طبعاً أكثر من ماء من خامة، زيت زيتي مثلاً، الباستيل مائي. خبرنا التالي عن إعلان مجمع أرابيسك ونادي شام للقراء عن انطلاق الدورة الثالثة لمسابقة نادي شام للقصة القصيرة، حيث سيتم قبول القصص المشاركة خلال الفترة من 1 إلى 15 من نيسان الحالي، حيث رأت لجنة التحكيم في دورة هذا العام إتاحة المجال أمام المشاركين لاختبار الفكرة التي يريدون مع التأكد على جدية الفكرة وغناها، اللذين أيضا سيكون لهما دور كبير في تقييم القصص. وتبدأ لجنة التحكيم اعتبارا من منتصف نيسان بتقييم القصص استنادا إلى سلم تحكيم متفق عليه تم الإعلان عنه ضمن صفحة المناسبة، ليعلن أيضا عن النتائج خلال الأسبوع الأول من أيار، والقصص الخمس الفائزة بالمراكز الأولى لهذه الدورة، والتي تضم القصص الفائزة بالدورتين السابقتين لتتم طباعتها ونشرها بمجموعة قصصية باسم نادي الشام للقراء. ننتقل هلأ لخبرنا التالي، حيث تدشن قاعة ساتشي في العاصمة البريطانية لندن معرض From Selfie to Self-Expression، من السيلفي إلى التعبير الذاتي، وهو أول معرض في العالم يلقي نظرة على تاريخ الصور الذاتية السيلفي. وينطلق المعرض بصور للفنان الهولندي رامبرانت، وتعرض لوحاته على شاشة رقمية يمكن أن يضغط المرء عليها زر إعجاب ليظهر قلب أحمر فوق الصورة مثلما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي. ففي العصر الرقمي أصبحت الصورة السيلفي واسعة الانتشار، وضمت الكلمة بالإنجليزية إلى معجم إكسفورد في 2013. يستمر المعرض حتى نهاية أيار القادم، ويتضمن صور ذاتية للاعب كرة القدم ديفيد بيكهام ونجمة التلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وحتى أول صورة سيلفي التقطها حيوان. أكيد نور، مجموعة من الأخبار الثقافية استعرضناها اليوم. لحروح لفاصل صغير ونرجع لنكفي باقي محطات صباحنا غير لليوم. سلمى
ما يمكن الشباب السوري لم يعرف أبدا عبر سنين الحرب عن بلد أي تباطؤ بنشاطات وفعاليات سواء الفنية الثقافية أو الاجتماعية ليثبتوا أن الشعب السوري يستحق الحياة. أكيد نور، برعاية وزارة الثقافة والمعهد العالي للموسيقى بدمشق وبالتعاون مع مكتبة الأسد الوطنية بيقام مساء اليوم فعالية موسيقية بعنوان رسالة حب للمعلمين والأمهات. لنحكي أكثر عن تفاصيل هذه الفعالية بصرنا نستضيف معنا بالاستوديو المغنية هبة فاهمة وأكيد عازف القانون خالد حكم. خالد يسعد صباحك حكم. صباحك هبة، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. بالبداية خلينا نحكي عن هي الفعالية اللي راح تقوموا فيها، هي رسالة للمعلمين والأمهات. تمام. هلا هي الفعالية على يومين، كان في أول حفلة كان يوم الخميس والحفلة الثانية هي اليوم. هلا البداية إنه هي الفعاليات دائما عم تصير، فكل سنة عم تصير حفلات للقسم الشرقي بالمعهد العالي، وصدفت إنه إجت بشهر فيه عيد المعلم وعيد الأم، فاجت هدول الاعياد او اجى هدول العيدين مناسبه لحتى نحن نهديهم شيء للمعلمين والامهات بهذا الشهر. وان شاء الله تكون حفله الخميس عجبتكم اذا حدا شافها. ان شاء الله. هبه خلينا نعرف شو يمكن الاغاني رح تقدموها، هل هي اغاني قديمه مثلا مغنات او انتم الفتوا شيء وعملتوا شيء جديد؟ قصدك بالحفل؟ اي هلا بالحفل نحن بنقدم اشياء نحن شاغلينها بالمعهد العالي، فغالبا طلاب الغناء لاحكي عن الاسم اللي انا فيه بيكون في شيء محدد ندرسه، مثلا نغني اشياء لعبد الوهاب، عبد الوهاب ام كلثوم، يعني اشخاص فنانين اكيد يعني فنانين ويعني هذا المستوى الراقي من الطرب لنقول. فنحن كل حدا بيقدم، مثلا انا عندي قصيده لام كلثوم رح غنيها اليوم، انا حفلتي اليوم هن كانوا الخميس، فنحن مقسومين على يومين، يعني كل طلاب القسم الشرقي مقسومين على الخميس واليوم، ف يعني حسب كل حدا شو بده يقدم، ف يعني هو فيه يحكي لك اكثر عن الشيء اللي قدموه يوم الخميس. هلا هي كان بين غناء وبين موسيقى، كل حدا له شيء، يعني مثلا في طلاب الغناء مثل ما قالت هي اغاني قديمه او موشحات، وطلاب الموسيقى هن مقطوعات اخذوها يا اما بالفصل الاول يا اما هن بيعرفوها من قبل، فيعني حبوا يعرضوا اللي عندهم تقريبا او لو جزء صغير من خبرتهم ممكن نقول اللي اخذوها طوال دراستهم بالمعهد العالي. تمام. رح نحكي تفاصيل اكثر عن حفل اليوم، بس ممكن تسمعونا شيء شو محضرين لنا؟ سمعنكم هالأسمر اللون تقسيمة بالبداية للآن.
يسلم هالتم. يسلم هالتم ويسلم هالإيدين. يعني دائما الموسيقى الشرقية هيك لها خصوصية وقت نحن بنسمعها. يعني خلينا نحكي شوي عن، بما أنه أنتم قسم موسيقى شرقية، عن هاي الموسيقى، المدارس اللي بتتخصصوا فيها شوي. أول شيء الموسيقى الشرقية ما أخذت حقها كثير مثل الموسيقى الغربية، خصوصا هون. يعني في عم يصير للموسيقى الغربية كثير شغلات، كثير فعاليات كثيرة. نحن بالموسيقى الشرقية نحن بدنا هيك فعاليات مثل الحفلات اللي عم تصير هلا. نحن دائما يعني بنتمنى انه هيك فعاليات تصير لحتى العالم اصلا تسمع هاي الموسيقى اكثر. يعني هلا هذا اذا بدنا نقول، هلا الناس اللي عندنا هون عم يسمعوا شيء اغاني اجنبيه، شيء يعني ما حدا كثير عم يسمع هذا الطرب اللي عم علما انه هي الاجمل. اي تماما لن... يعني ما بعرف ليش ثقافتنا يعني. تماما ما بعرف ليش يعني ما حدا عم يسمع هيك شيء، مع انه كثير شيء يعني ثقافتنا ووجودكم هو للحفاظ عليها. طيب خلينا نحكي عن الحفله اليوم، شو اللي راح يكون فيها، شو اللي مميز يمكن فيها؟ هلا هي الحفله مثل ما حكينا من شوي انه كل حدا راح يقدم شيء هو شاغله او حابب يعمله بهي الحفله، وراح يكون في تنوع. يعني مثلا مثل ما انا راح اقدم غناء شرقي، في عود، في قانون، وفي ناي، وبزق. يعني هن تقريبا الآلات الشرقية بالمعهد العالي. كل حدا رح يقدم الشيء اللي هو أكيد. يعني خلينا نحكي شوي حكم، يعني القانون هي تعتبر بيقولوا من عرابين الآلات الشرقية، وإلها ميزة خاصة. يعني نغم اللي بيطلع من القانون ما بيشبه أي نغم. ليش اخترت هاي الآلة بالذات؟ هلا أنا كنت بسمع من قبل، كنت بسمع مثل ما عم اقول انه اغاني قديمه كثير، ويعني انا وصغير يعني ما كنت بعرف كثير شو اسمائهم هدول او تميز بينهم. ايه ما بعرف، بس انه يعني اغلب العالم اللي بتسمع القانون بحبوه كثير، ويعني الاهل او هيك اهلي كثير بحبوا هاي الاله، فهن اللي شجعوني عليها بالبدايه. فنشكر اهلك كتير لانه شجعوك عن جد على شكرا كثير لك. اي وانا بلشت يعني اني فوت بهاي التجربه. في صعوبه بالتعلم للبدايه؟ قديش كل آلة بصراحه لها صعوبه بهذا الموضوع، بس القانون يعني كم وتر في القانون؟ لا 74. تمام، هو بين 74 وفي 78 وتر. هدول القانون التركي بيجي 78 وتر. احنا عندنا هون القانون الشرقي بكون في فرق طبعا بين الآلتين. اي هون 74 وتر. تمام. اي ف يعني انا بالبدايه هيك صارت انه كثير اهلي حابين الاله، فانا ما بعرف شيء طبعا كنت صغير هلا حبيتها. ايه فدخلت فيها و خلينا نحكي معك انت، كيف دخلتي الموسيقى؟ كيف فعلا اهلك اكتشفوا ان عندك صوت ولازم ينموا لك هي الموهبه؟ هلا الغناء هو تماما موهبه، يعني ما نو شيء نتعلمه. يعني من وقت كنت صغيره فانه جرب غني، جرب قلد يعني مطربين وهيك. فبتذكر أول حفلة عملتها كانت بالروضة، كان عمري 5 سنين. كمان غنيت طرب، غنيت في يوم وليلة. يعني أهلي كمان كانوا يشجعوني على هذا الشيء، عطول كنت أسمع هاي القصص يعني الطربية. وكمان يعني هلأ بسمع الأشياء الجديدة لأنه الواحد لازم يسمع تقريبا كل شيء. بعدين صرت نميها أنه أنا اجتهاد شخصي، يعني ما اضطريت أخذ دروس بفترة من الفترات، بس لقيت حالي انه انا حابه اني احترف هاي هذا الشيء ونمي هاي الموهبه اكثر. قررت اقدم على المعهد العالي حتى تثقلي هالموهبه وتصير اكاديميه. اخذت دروس عند استاذ باسل صالح، استاذ غناء شرقي، وقدمت على المعهد معي من سنتين فقبلت. يعني هيك حاليا عم اشتغل على هاي الموهبه بالمعهد. أكيد. يعني هبة وحكم هيك صوتك وعزفه دخل لقلبنا، يعني فينا نسمع شيء تاني منكم إذا بتحبي شيء من اللي محضرتيه اليوم؟ مثل ما بدك. عن بلدي احكيلي يا نسيم اللي ماري عالشجر من قبيلي، عن بيتي حكايه، عن اهلي
عن جار الطفولة حكاية طويلة. بعد هيدا الشيء ما في حكي يعني. يسلم تمك، يعطيكم العافية ويسلم تمك. بالختام خلينا نحكي شو النشاطات والفعاليات القادمة بعد هاي الفعالية، في شيء راح تحضروا له ولا لا؟ هلا موعودين بنفس هذا هاي الفعالية، ممكن تكون بغير تسمية، بس انه مشان نقدر نحن دائما نوصل موهبتنا، نقدر نمارس الشيء اللي نحن عم ندرسه، يعني نحن عم نتعب لنعمل هذا الشيء كمان لنوصل، يعني نشارك نعرف انه بجوز نحن مشاركتنا القليله بهيك حفلات هي اللي
ما عم تساعدنا كثير بس ان شاء الله يعني اليوم كاميرا الاخباريه حتكون متواجده بالحفل المساء واكيد دائما انتم وكل الشباب رح تكونوا ضيوفنا لحتى نسمع هي المواهب السورية الشابة اللي عن جد هي قدرت تثبت انه الحرب ما قدرت توقف هي العزيمة عند الشباب والإصرار. يعني حكم كنت عم تقول انه برغم كل شيء نحن حابين نقدم ونقدم شيء. شو يمكن مشروعكم المستقبلي؟ الدراسة هي خطوة لبناء المشروع الكبير. شو مشروعك المستقبلي حكم؟ هلا انا اول شيء كنت بتمنى اني فوت على المعهد. حاليا انا سنة رابعة فانا هلا ناطر اني اتخرج ان شاء الله لحتى اكمل دراسة للآلة. هلا انا 13 سنه صار لي بدرسها ولسه ما خلصت وما في شيء بيخلص. كل مره بتكتشفي شيء جديد دائما. فانا يعني بدي اتخرج وحابب اني فوت اكثر بدراستي لهي الاله. طيب قديش فعلا نحن اليوم مسلمة من خلال برنامج صباحنا غير في عندنا كثير من المواهب الشابه ان كان بالمعهد العالي للموسيقى والمعاهد الاخرى. قديش فعلا اليوم مهم دعم هي المواهب الشابه ان كان من خلال النشاطات والفعاليات دار الاسد للثقافه والفنون رغم كل ظروف الازمه مستمره بهي الفعاليات والنشاطات. انتم كشباب يعني لازم تحكي انه نحن بدنا 1 2 3 في رساله حابه توجهها لانه فعلا نحن عم نتفاجئ بالمواهب السوريه الموجوده عندنا. أنا بتمنى يعني مثل هيك فعاليات تكون عليها الإعلام أكثر يعني يسلطوا الضوء على هيك فعاليات أكثر. وبتمنى دائما من المعهد إنه يصير دائما كل نقول كل 3 شهور أو 4 شهور يعني هي مثل هيك حفلات تصير لأنه أول شيء طلاب المعهد مو كلياتهم عم يواجهوا هذا الجمهور. يعني لازم يكون في يمكن مهرجان مو فعالية مصغر للشباب أو يعني انا بتمنى هيك شيء. ولانه يعني مثل الطلاب بالمعهد عم اقول انه ما عندهم مواجهين جمهور يعني هن ما عندهم هذا هي الخبره بمواجهه جمهور لانه الجمهور يعني يمكن هذا الشيء كثير نقطه مهمه. ويمكن اكيد يلي كل عم بيتابعنا من خلينا نقول اساتذه المختصين اكيد بنوجه لهم شكر لاساتذه المعهد او حتى لل خلينا نقول قاده الاوركسترا اللي موجودين عندنا بدنا نوجه لهم تحيه. بنتمنى انه يكونوا هن اصحاب هي المبادره بانه يعملوا حفلات دائما للطلاب ليكونوا متواجدين. مثل ما بنقول نور نحن لما بيكون معنا شباب موهوب ما عم نقول انه ما في شيء مهم نحكي عنه لا في كثير اشياء مهمه. يمكن هي الفن رساله مهمه نقولها اليوم. ما شبعنا من الفن الحلو اللي سمعناه وكمان حابين نسمع شيء ثاني اذا بنقدر. شو بكون سمعونا؟ موطني يعني مو بس صوت حلو ورساله حلوه كمان. مسلم هتم
هبة وحكم طلاب بالمعهد العالي للموسيقى، نحن كثير كنا سعيدين بوجودكم معنا، وشكرا كثير لكم، شكرا على هي الجرعة الإيجابية اللي أعطيتوا لنا إياها، ونحن فعلا دائما فخورين بالشباب السوري اللي عندنا. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم، وموفقين إن شاء الله بحفلة اليوم وبكل المشوار الطويل. شكرا كثير. أحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة هجوم مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة على عدد من النقاط العسكرية بريف حمص الشمالي، وكبدت خسائر بالأفراد والعتاد. وكما قضت وحدة من الجيش العربي السوري على 10 إرهابيين من تنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في عملياتها على تجمعاتهم ومحاور تسللهم في مدينة دير الزور ومحيطها. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن كل التصريحات والأقاويل حول قيام روسيا بالتدخل في شؤون السياسة الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية هو محض افتراء. وقال بيسكوف في تصريح لقناة ABC الأمريكية: نصر على أن كل الاتهامات التي تشير إلى احتمال قيام روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مجرد افتراء، ولا وجود لأي أدلة على الإطلاق تثبت ذلك. اعتقلت الشرطة الروسية 31 شخصا شاركوا في فعاليات غير مرخصة وانتهكوا النظام العام في ساحة النصر وسط موسكو. وذكرت وزارة الداخلية الروسية في بيان إن الموقوفين نقلوا إلى أقسام الشرطة القريبة لتدوين محاضر بحقهم حول انتهاك القوانين الإدارية. وهذه الفعاليات جاءت بناء على دعوات نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم التحقيق مع الموقوفين لتحديد الأشخاص الذين نشروها لملاحقتهم وفقا للقانون. أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أنها لن تسمح أبدا بأن يخرج جبل طارق عن السيادة البريطانية دون موافقة سكان تلك المنطقة الواقعة جنوب إسبانيا. وقالت ماي في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو: لن نبرم أبدا اتفاقا ينقل سكان جبل طارق إلى سيادة أخرى بعكس رغباتهم التي يعبرون عنها بحرية وديمقراطية. وجه بابا الفاتيكان فرانسيس البابا فرانسيس نداء من أجل السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، معربا عن أسفه للمواجهات الدامية في أقاليم كاساي. وقال البابا فرانسيس بعد قداس في الهواء الطلق في مدينة كابري إن أخبارا ما زالت تصل عن مواجهات مسلحة دامية في أقاليم كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وعن معارك تؤدي إلى سقوط ضحايا وتهجير أشخاص وتلحق أضرارا بممتلكات للكنيسة أيضا. ولذلك أدعو الجميع إلى الصلاة من أجل السلام حتى لا تبقى قلوب منفذي تلك الجرائم أسيرة للكراهية والعنف. إلى اللقاء. عن الأطفال، خلينا هلأ سلمى ننتقل إلى فطفل واحد من بين 92 طفل قد يبدأ بالسنوات الثلاثة الأولى من حياته الدخول في عالم من العزلة وفقدان الاستجابة لأي إشارات اجتماعية من محيطه وكيفية رسم ملامح مرض التوحد. خلينا نتعرف عليها أكيد سلمى. أكيد نور، بمناسبة اليوم العالمي للتوحد رح نسلط الضوء على هذا المرض يلي بتشير الدراسات العلمية بأنه بيصيب نسبة عالية
وأعلى بخمس مرات من الإناث، وبنتأكد أكيد من هالمعلومة وغيرها من المعلومات وبنتعرف عليها سوا وبنعرف كيف بيتشخص مرض التوحد. كل هاي الأمور رح نتوسع فيها مع الأخصائية النفسية ريم سعدي. سعد صباحك. أهلا وسهلا. صباح النور. سعد صباحكم. كريم. أهلا وسهلا. بما أنه اليوم العالمي للتوحد، قبل ما نحكي عن مرض التوحد وممكن كيف ينصاب فيه الطفل إذا هو مكتسب فعليا، خلينا ننتقل لمادة تعريفية عن مرض التوحد ونرجع نتابع حديثنا. الثاني من نيسان من كل عام هو اليوم العالمي للتوحد، حيث تمت تسمية هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنهاية عام 2007، حيث يهدف إلى التعريف بمرض التوحد ونشر الوعي العام بهذا المرض. يصاب على الأقل واحد من كل 150 طفلاً من الجنسين، وعلى الأقل واحد من كل 94 طفلاً ذكر. كما يعد التوحد أسرع مرض إعاقة انتشاراً في العالم، وقد تجاوزت نسبة المصابين بالتوحد أكثر من المصابين بالسرطان أو الإيدز أو الإعاقات الأخرى. أعراض التوحد تتمثل في أداء حركات مكررة ونمطية بالأيدي أو الأصابع، وكذلك الاهتمام بالأشياء المتحركة مثل المراوح وعجلات السيارات، والاهتمام بتفاصيل الأشياء مثل نقاط في صورة فيدومون النظر إليها دون الاهتمام بالتفاصيل. ولمعرفة كل شيء عن مرض التوحد وأعراضه، نعود إلى استديو صباحنا غير لمعرفة كل الإجابات. يعني ريم، مثل ما سمعنا بالتقرير زميلتنا هالة السعدي حكت معلومة إنه بعض خلينا نقول الشيء اللي كتير بيبان إنه هو بيكرر حركات نمطية، شو رأيك بالموضوع؟ الحركات النمطية عند أطفال التوحد هي جزء من التشخيص. يعني إحنا وقت نشخص طفل توحد بيكون في عنده نمط من الحركات النمطية التكرارية اللي هي ما ممكن معنا بكميتها بس بتكراريتها، يعني بالكم تبع كل يوم كم مرة بتكون هاي الحركات، قديش مدتها على كل نهار، جزء من النهار ملء فراغ معين بعد شعوره بإحباط معين، فهي بتكون جزء مهم من التشخيص وقت نحن نحكي عن طفل توحد. طيب دكتورة ريم، خلينا نحكي عن مرض التوحد، قديش فعلا هو مرض عضوي ولا مكتسب، فينا نقول مرض نفسي؟ اضطراب التوحد هو، إذا بدي أقوله بطريقة بسيطة يفهموها الأمهات، هو مشكلة بالنمو الارتقائي، واضطراب بخص النمو الارتقائي بالدماغ اللي بصيب الجملة العصبية فيه. فأنا كتير بشبهها للأمهات منذ الولادة. هلا في تشخيص بتقول في أطفال توحدين منذ الولادة، وفي عنا أحيانا أطفال توحد بصير معه ما بعد الولادة، مشاكل واضطرابات بتصيب النمو، نمو الدماغ الجهاز العصبي، النمو الارتقائي عندهم، فهي بتعطينا سمات التوحد. ممكن يكون احنا بنشوف كثير سمات توحد عند مختلف الإعاقات، بنشوف سمات توحد وليس الاضطراب بحد ذاته. فعلاجه طبعا هو بكل طفل له حق، له هو وضع منفرد، له علاج او برنامج خاص فيه. طيب خلينا نحكي يمكن تحديد المبكر قد ايه بيساعد فعليا، وشو اهم الخطوات اللي لازم الام لما تحس انه طفله عنده هي البوادر اللي حتقولي لنا اياها هلا تتوجه فورا للاخصائي؟ تمام. هلا نحن بعمر الطفوله المبكر ممكن طفل شوي ينزو يلعب لحاله او يلعب طبيعي تمام، بيكون اشياء طبيعيه كثير. هلا الفكره انه نحن عندنا بهذا اليوم هو يوم توعوي، توعوي يعني احنا لازم يكون في عندنا منشورات، تكون عندنا افلام وثائقيه، يكون عندنا كثير امور بتسلط الضوء على هذا الاضطراب او الاضطرابات اللي بتشابهه، هي اضطرابات التواصل عند الاطفال. فانا من خلال هلا عمليا بالست اشهر انا فيني لاحظ على طفلي، واحيانا طبعا اذا كانت عين اخصائي من قبل بقدر انا القط البوادر او الامور اللي بتخليني انا احط خطوط حمراء تحت هي الاشياء اللي عم شوفها عند ابني، ممكن هو يكون عنده شيء من اضطرابات التوحد، من طيف التوحد. في قوائم خاصه بالرضيع، او انا اذا ام فيني اطلع وقت تكون عندي بيبي على القوائم النمو الارتقائيه عند الاطفال، وشوف العمر الصغير، الاسس العريضه اللي لازم يمر فيها كل طفل بالنمو الطبيعي تبعه، متواجده عم طفلي بهي المرحله او لا ما انا متواجده. شو الملاحظات؟ يعني قلتي ممكن يتم اكتشافه بعمر الست شهور وهو عمر مبكر جدا، يمكن تمام. الطفل ما بيقدر يعبر عن رغباته تمام. فشو هي الاعراض اللي ممكن انا انتبه انه الطفل عنده مشكله، فممكن يكون عنده بوادر مرض التوحد؟ اول شيء انا بقدر انتبه الاشاره،
هلا ممكن ما تكون اشاره صريحه بهذا العمر الصغير، بس هي نظره العين، نظره العين والتفاعل تبع العين. انا ما كاول شخص معه مثلا امه، فانا وقت بدي قوم بارضاعه او بدي يلعبه او بدي ضحكه او بدي لبسه، فبيكون في نوع من التواصل كثير لطيف بين الام والطفل، او حتى مع الاخوه اذا كان في اخوه اكبر، او مع الاقارب او مع الاصحاب، بيكون في نوع من التفاعل اللطيف مع هذا الطفل بالعمر الصغير، اللي هو بالابتسامه، اللي هو الاستجابه لنحن حديثنا معه او لعبنا معه. فوقت بغيابها هي الاشياء انا لازم هون انتبه، ليش ابني ما عم يعمل هي التصرفات؟ ليش ابني لا ما في عنده هي الابتسامه، ما في عنده هذا التفاعل؟ فهذا خط عريض. احيانا بكون عندي بكاء متواصل، بكون بالليل غالبا او بالنهار، ما بنعرف ليش، ما غير مفسر، فكمان لازم انتبه انا على هي القصه. احيانا بكون عندي مشاكل بالطعام او مشاكل هضميه كثيره بتكون عند هدول الاطفال، فبلاحظ ان هي الامور. بس الخطوط العريضه انه انا طفلي ما كثير بتفاعل، ما كثير بيبتسم، عنده نمط من الاعداد او من الالعاب انا بستهجنه شوي او بحسه غريبه، فيني ابحث اذا كانت بالامور الطبيعيه اطمنت بمشي، اما اذا لا في شيء مؤشرات هي خطره فلازم انا انتبه وبلش اشتغل على الطفل بهذا العمر المبكر، بجنبه وبجنب نفسي عمل شاق ومضني بالعمر الاكبر بالمراحل الاكبر. طيب خلينا نحكي، يعني في دراسه بتقول انه الذكور هن اكثر اصابه من الاناث بهذا الاضطراب السلوكي بنسبه 5% اكثر، او 5 على 1 4 على 1 تماما. طب شو السبب؟ وحضرتك قلتي انه الاسباب لسه ما انا واضحه للاصابه بهذا الاضطراب السلوكي. هلا الدراسات كلها يعني احنا بنلاحظ انه نسبه الذكور هي اعلى بالاضطراب، حتى باغلب اضطرابات التواصل نسبه الذكور عم بتكون اعلى من الاناث. هلا باخر احصائيه للجمعيه البريطانيه كانت 3 على 1، يعني هي انخفضت شوي النسبه، بس عمليا عملوا كثير دراسات على الكروموسومات وعند الذكور وعند الاناث والمورثات. الحقيقه احيانا يقدروا يوصلوا انه ممكن لانه الذكر عنده اكس واحد والانثى عندها اكسين، فالعائق تمام اللي بتكسبه من الاب هو دراسه بتقول انه هو بيحمي او بيعطي قوه اكثر للبنت بانه ما توقع بهي المشاكل. بس لهلا ما في دراسه 100% بتقول انه ليش الذكور هن اعلى من الإناث، لهلأ ما في شيء بيوضح هذا الشيء. طيب دكتورة خلينا نحكي عن معالجة مرض التوحد، قديش مهم فعلا اهتمام الأهل. يمكن نحن ما عندنا ثقافة واسعة بهذا الموضوع، يعني عنده مرض التوحد يمكن الأهل بيزيدوا عليه العزلة، ما بيخلوه يتواصل مع الآخرين، قدام هم بيبعدوا عن الناس. صحيح دمجوا مع الآخرين، خلينا نحكي يمكن مع أخصائيين إن كان نفسيين أو أخصائيين تانيين، خلينا نحكي قديش مهم. يعني في كتير أطفال بتلاقي عندهم مرض التوحد وعندهم مواهب خارج الواحد يدعمها وينميها. تمام. هلأ طبعا بمختلف أطياف التوحد في عنا حسب تشخيص، طبعا في عنا توحد سمات سبيرجر ريت، يعني هن اضطرابات التواصل عند الأطفال هي كتير واسعة. هلأ بالمجمل العلاج هو بيكون غالبا، طبعا أحيانا في كتير أهالي خلينا نبدأ نقطة نقطة، أنه ليش بعزل ابني أو أنا ما كتير بأرجي، بزيد عليه العزلة بدل ما أدعمه. تمام. أول شيء نحن منواجهه مع الأهل عدم تقبل بوجود طفل عنده مشكلة عندهم بالعيلة، فدائما أنه لا خليه يكبر شوي بتروح، بيكبر شوي بتروح، أبوه كان هيك، أمه كانت هيك بالمراحل العمر الصغيرة، الأمور كلها تحت السيطرة طبيعية. طبعا أهله صعب عليهم أنه يعترفوا بأنه الولد عنده مشكلة، يكون بس نحن عم نمرق وقت وعم نمرق أشهر وعم نمرق سنين، هي كتير بتفيدنا بعملية العلاج. تمام. وقت الام تتاكد 100% انه ابني قطع العمر اللازم يحكي فيه او التواصل الاجتماعي، حركاته التكراريه زايده، الصراخ والعياط عنده زايد، النوم عنده فيه مشكله، بتبلش تتوجه لعند الاطباء ولعند المراكز. هلا طبعا تشخيص الطبي واضح، تشخيص طبي. المراكز غالبا الاخصائيين بيكون عندهم نظره كثير كبيره عن النمو الطبيعي عند الاطفال، لحتى نقدر نقول هذا الشيء طبيعي او ما هو طبيعي، كيف بيكون طبيعي. وقت انا بعمل دراسه شامله مع مجموعه من الاخصائيين اللي هن الدكاتره، اللي هن اخصائيين تخاطب، اللي هن علاج وظائفي، مجموعه كبيره من الاختصاصات، بقدر انا اقول هذا الطفل بحاجه لواحد اثنين ثلاثه، يعني بتكون فريق كامل بيساعد وبيدعم الاسره بانه هي ممكن يكون عنده موهبه. يعني الطفل توحد يمكن شاهدناها باحد المسلسلات السوريه مع المبدع الكبير بسام كوسا، انه لو كان الطفل مريض وعنده هذا ممكن يكون عنده مزايا اخرى خارج الواحد يهتم فيها ويدعمها. تمام. في بعض الاطفال عندهم قدرات بنسميها
عندهم قدرات خارقة او متميزه تمام، فهي نحن بس ننميها او بس نشتغل عليها بشكل منيح فهي بتعطينا شيء مبدع للحياه. وفي عنا نسبه من الاطفال لا بيقترن يعني نسبه منيحه ما حاذكرها هلا مشان ما نعمل احباط من اطفال توحد بيكون عندهم تاخر ذهني، نسبه منيحه من اطفال التوحد كمان ما حاذكر نسبه هن ما ممكن انه ما يتكلموا او ما يكون في عندهم لغه بس تمام، بس نحن بنعمل جهدنا بانه نحن نقدم الخدمات كامله وشامله لهدول الاطفال بحيث انه هن يتجاوزوا ونحن يكونوا اقرب لانه هن يعيشوا بحياه طبيعيه. اكيد يعني هذا الاهم اللي كان بدي نوه عليه، انه الجهد مع هذا الطفل كثير ضروري ودائما المعالجه المبكره رح تفيد. يعني هي النصيحه الاهم مثل ما بنقول بختام حديث. تمام اي، وانه دائما انتبه يعني دائما الامهات الجداد انه ينتبهوا على او يتثقفوا بالنمو عند الاطفال، النمو الطبيعي عند الاطفال كثير بيتجنبوا مشاكل او ممكن تصير مع الطفل لاحقا. تمام أكيد. بالختام نتشكرك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتيها بهذا اليوم اللي حكينا فيه اللي هو اليوم العالمي لاضطراب التوحد. شكرا كثير. أهلا وسهلا دكتورة ريم. شكرا كثير للمعلومات القيمة. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا. أكيد فقراتنا الصباحية لليوم وصلت للختام مع كل مواضيعنا يلي بنتمنى تكون نالت إعجابكم مشاهدينا. باقي برامجنا بكفاية على شاشة الإخبارية السورية، والتحية الدائمة لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري. بكم النصر يولد من جديد كل يوم. إلى اللقاء. أكيد نور نهارك سعيد إن شاء الله، ونهار سعيد لكل مشاهدي الإخبارية السورية لحتى يكفوا بباقي تغطياتنا وأيضا الأخبار والمواجيز على شاشة الإخبارية السورية. دائما موعدنا بجدات كل يوم الساعة 9 الصبح والإعادة الساعة 1 ليلا، وبيقدروا يتابعوا الحلقات على موقعنا على اليوتيوب صباحنا غير. لأبطالنا وبواسلنا على الأرض جنودنا بالجيش العربي السوري، صباحكم دائما عز وصمود، وبقين لكم باي باي.